بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناتكم، قناة أشرف القاضي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن جهاز سترونج كونج. سترونج كونج طلع منه دفعة واثنين وثلاثة ما شاء الله، زي الفورس بالظبط، ونزل منه الفي فور حاليا دفعة 2023 من جهاز سترونج كونج. سترونج كونج يا جماعة هو دوت، ده شكل الجهاز بتاعنا. طبعا طبعا أنا لازم هخبي عم الحاج ده الضخم دوت، انا مش بحب شكله خالص، العملاق الصيني. طبعا سترونج كونج الدفعة او الفي 4 دفعة 2023، الانتاج الجديد من سترونج كونج، عملاق السيرفرات الجديد، واللي ان شاء الله هنلاقي فيه سيرفرات جديدة عن الاصدارات القديمة كلها. وفي نفس الوقت انت عندك منتج بيدعم كل بطولات العالم، هتقدر ان انت تشوفها عليه بصورة مميزة جدا. جهاز 2 جيجا رام اسمه سترونج كونج، جهاز فلاش او الروم بتاعه 16 ميجا اسمه سترونج كونج، اصدار 2023. طبعا سترونج كونج يا جماعة، علامة سترونج او علامة تجارية لشركة سترونج، علامة معروفة وعلامة مش يعني مجهولة بالنسبة لنا. بالعكس، شركة سترونج من بدايات الشركات اللي بدأت إنتاج أجهزة الريسيفر على مستوى العالم، وكان بدايتها الأجهزة الكبيرة، وكنا يعني طايرين بيها طير في بداية نزولها. وكان من بدايات أجهزة الشيرنج على مستوى العالم هي كان برضو أجهزة سترونج اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. النهاردة بقى بتجمع الشيرنج والاي بي، وفي نفس الوقت منصات المشاهدة مع الانترنت. الجهاز ده واي فاي مدمج داخلي، واي فاي داخلي، وكمان في فتحة ايثرنت او فتحة لان، تقدر تحط كيبل الانترنت في الجهاز مباشر وتشغل نت مباشر، بدل ما بتشغل الواي فاي. ناس كتير عندها الواي فاي بيبقى فيه مشاكل، البنج عالي، فالبنج كل ما بيعلى كل ما الاي بي عنده مش بيبقى مستقر او ثابت، فبالتالي يقول لك انا اركب كيبل انترنت مباشر افضل. طبعا الجهاز عندنا دعم كامل من شركة ستار نت، هي الراعي الرسمي لأجهزة سترونج، خصوصا جهاز سترونج كونج بعلامة سترونج كونج أو علامة سترونج العلامة التجارية للجهاز. الجهاز ده عليه سيرفرات 18 سنة زي الفورس 5G بالظبط، عليه 18 سنة، وكمان هي نفس السيرفرات الفورس 5G. سترونج كونج عليه سنتين اكس اي بي تي في، طبعا سيرفر اكس معروف، عندنا سنه نوفا، سنتين مارفل الطيار سيرفر قوي، وعندنا كمان 3 سنين فورس، 3 سنين سيرفر هاها، 5 سنين سيرفر كيوت، وسنتين سيرفر دراجون. طبعا كل المجموعه دي من السيرفرات موجوده على الجهاز عندنا بدعم كامل من شركه ستار نت. وكمان الجهاز بتاعنا جهاز سترونج كونج عليه شيرنج لمدة 5 سنين، 5 سنين سيرفر الجوسات بلس فيرجن 3 الاصدار الثالث، اللي عليه دعم للصوتيات المميزة بأداء ثابت جدا وكلنا عارفينه. وفي نفس الوقت الترجمة، الجهاز بيدعم الترجمة الاحترافية على قنوات الموفيز على الأقمار. طبعا انت عندك جهاز شامل كامل متكامل زي ما بنقول، مش هتفكر تجديد، هتجدد ايه؟ انت عندك سيرفرات قوية جدا، ودايما بنصح هتبدأ تاخد جهازك فعل سيرفر واحد او اتنين وسيب الباقي، بحيث انك تخلص سيرفر تفعل اللي بعده، والاكواد ثابتة على كل الاجهزة. انت معاك كود لو حطيته في اي وقت في اي سنة بتلاقي السيرفر فتح معاك، ما دمت معاك العلامة التجارية دي ومعاك الكود الرسمي او الرئيسي من الشركة المنتجة للجهاز، خلاص الامر مظبوط وزي الفل. طبعا الجهاز بيجي لك على احدث سوفت، احدث ملف قنوات اقمار متحرك، حتى لو ما عندكش اقمار بيجي لك ناين سات، هوت بيرد، اموس، استرا، باقي الاقمار كلها، اكتر من 18 قمر بيجي لك في قائمة ملفات الاقمار. عندك ملف اقمار جاهز على الجهاز بيجي لك عربي انجليزي، يعني بيجي لك الملفين في ملف واحد على الجهاز، ملف عربي انجليزي. كمان يا جماعة الجهاز عندك تحديث الاونلاين بتاع الجهاز، تحديث سريع جدا، انت ممكن تحدث السوفت وير، تحدث ملف القنوات شهريا، بينزل ملف جديد عربي انجليزي في نفس الوقت على الجهاز، فبالتالي عندك تحديثات شاملة، دعم يعتبر اسبوعي بالنسبة للسيرفرات، كمان دعم مميز جدا من شركة ستار نت، دائم، دعم دائم لكل اجهزة ستار نت من ضمنها جهاز سترونج كونج. سترونج كونج يا جماعة
من أجهزة الجيل الرابع بالنسبة لمعالج، بالنسبة لمعالج 2517 دي. المعالج ده يعتبر أعلى معالجات أجهزة السان بلس على مستوى مصر أو على مستوى أجهزة الريسيفر بصورة عامة. معالج 2517 بيتميز بأن صورته مميزة جدا، صورته قوية جدا، تشبع تباين عالي الأداء، وفي نفس الوقت جودة صورة مميزة جدا. الصوت بتاعه صوت يتحدى صوت الدولبي أتموس الموجود في الشاشات حاليا، صوت مميز جدا، نقي جدا، عالي جدا. كل ده مع كمان عندك وحدة تحكم بالبلوتوث، ريموت بلوتوث موجود عالي الأداء وعالي الإشارة. كمان الجهاز بيجي معاه كيبل الـ HDMI الخاص بيه. الجهاز بتاعنا يا جماعة مدعوم دعم مميز جدا، وفي نفس الوقت سيرفرات بحبها جدا وعارفها كلها، ودي ميزة في السيرفرات. عندك الـ XIP، المارفل، الهاها، الدراجون، النوفا بلس الأصلي، عندك الكيوت، عندك الفورس، عندك كمية سيرفرات ما شاء الله حدث الحرج كتير. وفي نفس الوقت ثابتة الأداء، تشتغل على أي نت، ودي مميزات أغلب السيرفرات الموجودة على جهازنا سترونج كونج. سترونج كونج الفيرجن الخاص ب 2023 اصبح موجود الان، وفي نفس الوقت رامات 2 جيجا رام من نوع الدي دي ار 3 مع روم بتاعنا، روم الفلاش روم بتاعنا 16 ميجا، بيقدر يعني يتحمل من 8000 ل 20000 قناة. الجهاز ده يقدر يتحمل من 8000 ل 20000 قناة لان الروم بتاعه 16. وفي نفس الوقت لو لاحظنا الجهاز نفسه عليه ما شاء الله اكتر من 8 او 10 سيرفرات غير الشيرنج، فبالتالي البيئة خصبة جدا لإضافة سيرفرات، البيئة خصبة جدا. وكمان ان شاء الله قريب جدا في مفاجآت بالنسبة لجهاز الفورس 5G وجهاز سترونج كونج بالنسبة لإضافة سيرفرات جديدة كمان ومجانية، لسه هيضاف ان شاء الله في القريب العاجل. يعني في كلام ان في سيرفر زيادة هينضاف، بس مش عايز اقول اسمه دلوقتي، هيكون من السيرفرات القوية، يعني مش بيقل عن قوة المارفل والنوفا والاكس اي بي تي في. الجهاز حاليا سعره 1200 جنيه في السوق المصري، وفي نفس الوقت بيصل جاهز على احدث سوفت، جاهز على احدث ملف قنوات. لو بتحتاج انك تفعل اي سيرفرات بتطلب، بيوصلك جاهز متفعل السيرفر اللي انت عايز تفعله، مش عايز، بيوصلك كل السيرفرات مقفولة وانت اللي بتفعل بنفسك. كمان بيوصلك فيديو شرح كامل للجهاز من الداخل، صوت وصورة، ازاي تفعل، ازاي تقدر تحدث، ازاي تعمل تنزل ملف قنوات، ازاي تقدر ترتب القنوات، كل ده بنبعته لك في فيديو خاص على الواتساب مع اكواد تفعيل كل السيرفرات. كل ده مع جهازنا النهاردة، جهاز سترونج كونج كينج ات سيرفرات الحالي، اصدار 2023. شكرا جزيلا لحضراتكم، دمتم بصحة وبعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.